بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر سبب النزول للآية الكريمة يلقينا ضوء على موضوع الآية. كانوا أسباب النزول تشرح الظرف اللي نزلت به الآية. شنو سبب نزولها؟ المسألة في واقعة أحد، النبي صلى الله عليه وآله عبأ الجيش. من بعد التعبئة حدد للجيش وظائفه، يعني قسم قالهم أنتم تقاتلون، وقسم قالهم تراقبون، وقسم دول الرماة قالهم أنتم توقفون تحمون ظهورنا بالمعركة، يعني وزع ثم يقولون صنف ووزع. وطبعا جماعة خالفوا، يعني خالفوا وصايا الرسول. كيف خالفوها؟ لأن المعركة تقريبا أول ما بدأت قتلة وحملت الألوية، حملت الألوية قتلهم علي بن أبي طالب سبعة واحد وراء واحد قتلهم. والتاريخ يعني حتى هالمقدار ما يريد يطيه، يعني حتى ذول هاي الرواية ما يريد يروي لها، يعني لما يمر يعصر روحة تعصير كأنه علي بن أبي طالب جاي من كوريا. مو فظيع بالله، لا عجيب. فمن بعد ما قتل حملة الألوية انهزم الجيش، المسلمين قاموا يغنمون. هذول الرماة شافوا المعركة صار بها تحصيل أموال وغنيمة، قالوا لهذا عبد الله رئيسهم خلينا نغنم، خلينا ننزل نغنم كما غنم أصحابنا. قالوا النبي أمرني أن لا أبارح الموضع، قالوا لأنه لا يعلم أن الأمر يصل إلى هذا الحد، ما يدري أن القصة راح توصل الشكل. خلاصة نزلوا ينهبون. أجا خالد بن الوليد كان على جيش المشركين وحمل حملته وطحن للجيش طحن من وراء أجا، انكسروا أصحاب النبي، انقتلوا من عندهم 70 واحد. طبعا النبي تعرض إلى أذية، إلى رموه ودخلت حلقة المغفر في جبينه، جحشت ركبته، صارت جراح عنده. خلاصة من بعد المعركة هاي اللي أدت إلى هزيمتهم وإلى مقتل مجموعة من عدهم، هذه عادة تنعكس على النفس، يعني يتأذى النبي ليش أنه دول خالفوا أمره وكان نتيجة مخالفة أمره أن خسروا المعركة وفقدوا 70 من خيارهم، يعني من مجموعة من الشهداء. في واقع الأمر يعني مجموعة عظيمة اللي فقدوها، يكفي أنه أحد الشهداء حمزة زين سلام الله عليه. الخلاصة من بعد هالمعركة كانوا بعض الناس يصورون أن النبي راح يتمعر وجهه، راح يتضايق من عندهم. طبعا النبي مو يم حالة انفعالية مؤقتة، النبي يم تأسيس دولة، يم تأسيس حكم يستمر إلى نهاية الدهر، حكم مدني يريد يركز دولة الإسلام. وما يمكن الحادثة اللي تمر مثلا أفرض شريعة تنعكس عليه أو تخليه يغير موقفه، لا لا أبدا، الرسول أكبر من هذا. الآية الكريمة نزلت تبين موقف النبي من بعد هالحادثة، تقول لأن من بعد ما صارت هذه وانهزموا ذولا وأدى الأمر إلى خذلانهم وإلى هالمقتلة الكبيرة بالمسلمين، أنت موقفك كان كالآتي. شنو هو الموقف؟ خلي نشوف الآية. الآية تقول له فبما رحمة من الله لنت لهم. أولا هاي ما زائدة، بإجماع المفسرين ما زائدة هاي، وتستعمل باللغة العربية موجودة، استعمل زائدة يعني فبرحمة من الله، هاي ما زيادة. طيب شنو معنى فبرحمة من الله لنت لهم؟
كأنه يقول له أنت مترجم لفعل السماء. الله عز وجل رب الرحمة وكتب الرحمة في كل شيء. نعم، كتب الرحمة والإحسان في كل شيء. حتى الإنسان الآن يذبح له فرض طير دجاج، إذا أراد يذبح النبي يقول له أحد الشفرة، أحسن الذبح، لا تعذب الحيوان بالعجل، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. تمام، الله أباح لك لحم هذا، بس لا تخليها الحيوان هذا يرجف بين إيديك. نعم، بسرعة شفرة عادية، وإحسن الذبح، والرحمة في كل عمل من الأعمال مراعاة. الله عز وجل يخاطب نبيه ويريد يسمع الآخرين، يقول له أنت مترجم لرحمة السماء، وإذا كنت مترجم لرحمة السماء ليكون هذا الموقف المحدود يأثر عليك عاطفيا ويخليك ذولا تعاملهم معاملة خاصة، تنزعج منهم، تتأذى من عندهم، لا، يعني الله عز وجل يروضك ويعطيك سعة الصدر ويحملك الرسالة الضخمة، رسالة السماء. وإذا كان محملك رسالة السماء، أنت طبعا راح تكون بمستوى رسالة السماء، راح تلين لهم، ما تقابل، لأن لينك إلهم، لينك يحدد الهدف اللي تريد. السماء، السماء شو تريد؟ تريد حكم الله، دولة الإسلام في الأرض، ودولة الإسلام ما تريد انزعاج. أنت إذا صار بناءك كلما واحد يشيء إلك تنزعج منه وبعد تقاطعة، ما راح تحصل واحد بعد. مو يقول شاعرنا أحد أدبائنا يقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. يقول أنت يو تعيش وحدك؟ يقول لا والله، تتحمل الناس، لأنه ماك واحد يريح قلبك اليوم أبدا، لازم فرد يوجع قلبك بشيء، مرة مرتين ثلاثة، شيل أبطك إلا ها؟ لأن ما ممكن تلقى واحد منزه من العيوب. وإذا كان كذلك أنت تحمل، تحمل. الآية تقول له الله عز وجل حملك هذه الرسالة، رسالة الرحمة، ويريد من عندك أن أنت بمستوى الرسالة، يريد من عندك أن تتحمل زلة ذولا وغلطتهم، لأن كما أن الله عز وجل رب الرحمة أنت رسول الرحمة، ولما تكون رسول الرحمة أن تكون ترحم هذه الأمة، ترحم جهلها وترحم غلطها وترحم ضعفها. وفعلا ذني كلهن أوثقك، ذني كلهن شواهن رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يطبون عليه جماعة وهو منزعج منهم غاية الانزعاج. نعم، لكن ما يقابل انزعاجهم أبدا، يستقبلهم ويشملهم برحمته ويرعاهم. فالآية الكريمة جاي تسجلها الظاهرة الخلقية عند الرسول، تقول له فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انت لو عندك فظاظة وغلظة ما تتوقع عن واحد يلتف حولك، ما يمكن، الناس كلها تبتعد عنك، لأن الفظاظة في واقع الأمر آلة الرئاسة، سعة الصدر، وسيلة الرئاسة أن يكون صدر واسع. يعني إنسان إذا مو صدر واسع، أنا أتخطر واحد من رؤساء العرب، إجا ابن عمه، يعني ابن أخوه، إجا لابنه قتل ولده، ابنه شاب عمره 20 سنة قتله، جابوا الولد هذا القتيل يرفش، حطوه قدام أبوه وهذا مكتفي لازمي، جابوه قالوا أنت ليش مكتفي لهذا؟ هذا قيس بن عاصم المنقري. قالوا ليش هذا أنت مكتفي؟ قالوا له هذا قتل، عدا على ابنك فقتله. قالوا أدري، هذا غلط، أنتوا هم تغلطون مثل غلطته، هدوا وخر. ثم قال أقول للنفس تأشاء وتشلية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. يعني هاي طبعا يريد الأعصاب، المسألة مو سهلة، تحتاج أعصاب.
وكون الإنسان اللي يريد رئاسة يكون بهالمستوى، اللي يريد يجمع دنيا ويريد يأسس دولة ويريد يسود مجتمع لازم يكون عنده هاللون من شعة الصدر. فالآية الكريمة تقول له لو كنت أنت فظ، يعني شديد وغليظ أيضا، طبعا ما راح يبقى واحد إلى جانبك، وبالنتيجة مو أنت تخسر، لا الدولة الإسلامية تخسر، لأن أنت بصدد تأسيس دولة، أنت كل عنائك مو من أجل مصلحة فردية، من أجل مصلحة مجتمع، من أجل مصلحة دولة إسلامية. جن انتقلت الآية قالت فاعف عنهم، يعني حقك الشخصي تنازل عنه، لأن دولة ما راعوا حقك يوم أحد، ولما ما راعوا حقك يوم أحد هذا الحق الشخصي عفو عنه، اعفو عنا تنازل عنا ولا تقابل إشاءتهم بالمثل، وبعدين أيضا وجهك لا يتمعر في وجوههم، لا خليك أنت على بشاشتك وعلى طلاقتك اعفو عنهم. يعني العفو في هذا المورد، يقول له العفو في هذا المورد ذولا يشعرهم بالغلط بالخطأ، إذا عفيت عنه يشعر بأنك أنت أكبر من المجازات. أي وحدة؟ اعفو عنهم بعد واستغفر لهم، استغفر لهم حق الله، لأنهم ذولا خسروا حقين، يعني عارضوا حقين بهروبهم يوم أحد، الحق الأول حق النبي لأن ما أطاعوا كلامه، والحق الثاني حق الله حق السماء، لأن السماء أمرتهم بالجهاد وأمرتهم ألا يولوا دبرهم وأمرتهم وأمرتهم. الآية تقول لا استغفر لهم، دول أخطأوا، مو بس أنت تتنازل عن حقك، لا اسأل الله لهم الغفران حتى الله عز وجل يعفو عنهم. ما يقاو فعلا هذا اللي صار، النبي صلى الله عليه وآله استغفر لهم، لأن حقيقة يعني احنا لا ننسى أن حجم العمل اللي قاموا به الصحابة عمل ضخم، مو تتصوره بسيط أبدا. يعني دول كانوا يقارعون دنيا، كانوا يقاتلون دنيا، كانوا برواد بصدد تأسيس دولة، ولما يكونوا الرواد بصدد تأسيس دولة مهمتهم مهمة ضخمة قاموا بيها وأدوها زين، طبعا تصور من عندهم أخطاء، بشر والبشر خطاء. الآية تقول لا استغفر لهم، دولة حق الله اللي لا يكون يتعرضون إلى غضب الله، استغفر لهم. ثم انتقلت قالت وشاورهم بالأمر. أنا موضع الواقع، موضع الثقة بالآية اللي أريد أبحثه هو هاي هالنقطة، هاي شاورهم في الأمر. شوي تنبه لي والله لهالنقطة، المشاورة تبادل الرأي، معنى شاورهم مشاورة تبادل الرأي. الأمر هاي الألف واللام شنو؟ للعموم لو للعهد؟ إذا للأمر للعموم يعني كل شيء، شاورهم وكل شيء، وإذا لا للعهد يعني بقضية معينة شاورهم بها. ولذلك تلقى عندنا من المفسرين، المفسرين عندنا رعيلين، رعيل يقول الألف واللام للجنس شاملة في كل قضية الله أمر النبي أن يشاور بها أصحابه، هذا رأي. رأي آخر يقول لا، الألف واللام للعهد، الألف واللام للعهد يعني بقضية الحرب، يعني المسألة لها علاقة بواقعة أحد وبالواقعة الحربية، يقول له إذا راد يصير حرب أنت لا تخطط وحدك، اجمع دول اللي إلهم خبرة بالحرب شاورهم وتبادل الرأي وياهم. طيب اعفو وشاورهم في الأمر، إذا كان المراد به القضية الحربية لها توجيه، وإذا المراد به كل شيء لا إلى توجيه آخر. لكن أكو نقطة هنا شوي تنبه إليها، يعني إيش وقت يشاورهم النبي؟ إذا أكو نص من السماء يشاورهم يو لا، إذا ما أكو نص، يعني إحنا مثل ما نقول أن مرة المجتهد يجتهد يطلع الحكم من الآية، يعني يجتهد وين؟ بالنص. ومرة لا يجتهد مقابل النص. التفت خل أوضح لك الفكرة شوية زين. يعني مثلا أكو عندي أنا امرأة حامل، والقرآن يقول لي هاي الحامل عدتها تنتهي بالوضع،
إذا وضعت الجنين نعم خلصت عدتها. طيب هذه افرض امرأة حامل وضعت أول واحد، عندها جنين توم ببطنها، وضعت أول واحد والواحد الثاني تأخر، وفعلا يصير يتأخر أحيانا شهر وأحيانا أكثر وأحيانا أقل. زين، فهاي لما تضع أول واحد إذا وضعت يعني خلاص انتهت عدتها، وإن كان أكون في بطنها بعد واحد ثاني من زوجها الأول. يو لا، واحد يقول كما القرآن هذا نص هذا ظاهرة، يعني نحن والظاهر احنا نأخذ الدليل من الظاهر، زين، من ظاهر اللفظ. هاي محاورات العقلاء على الظاهر. المرأة وضعت ولما وضعت حلت للأزواج. الآخر يقول لا، أجلهن يضعن حمل، يعني أن بطنها تفرغ، يعني مو إلا واحد، لا لا، لازم البطن تفرغ، وإذا فرغت البطن ذاك الوقت حلت للأزواج. طبعا هذا يجتهد وين؟ ضمن الآية، ضمن النص، ما يجي يقول أنا رأيي نعم مقابل هذا النص، ما يقدر، ما يقدر ينص مقابل النص. يعني شلون مقابل النص؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول فلهن نصف ما ترك، أنا أجي أقول لا، ليش نصف ما ترك؟ كل ما ترك، هذا اجتهاد مقابل النص. شاهد نبه، نرجع للآية. الآية الكريمة لما قالت وشاورهم في الأمر، شو وقت شاورهم؟ إذا أكو ناس يقدر النبي مثلا يجتهد مقابل الناس؟ أول النبي إلى حق يجتهد يو لا؟ لا طبعا ما إلى حق يجتهد، يعني على قول أعظم المحققين النبي ما من حقه يجتهد، النبي يتبع رأي السماء، النبي يتبع أمر السماء، الناس شنو هو؟ يوجهه النص، هو اللي يوجهه، يتعبد بالنص بالضبط شعرة بشعرة، ها؟ ما يمكن يتعدى النص أبدا، ما إلى حق يجتهد. وإذا كان كذلك إذن المشاورة في الأمر شنو؟ يعني مع وجود النص، يعني مثلا إذا النبي أمر القرآن قال روح قاتل قريش، إلى حق يجتهد النبي يقول لا والله ما أقاتلهم لأن الدنيا حر وجوز أصحابي ينكسرون الآن والوقت مو ملائم للقتال؟ لا، ما إلى حق، اجتهاد مقابل نص ماكو أبدا. زين، شو وقت إذن المشاورة؟ المشاورة إذا ما أكو نص، إذا ما أكو نص ها تجي المشاورة. طيب إذا ما أكو نص تجي المشاورة، ذاك الوقت يقعد النبي صلى الله عليه وآله يقولهم عندنا المسألة الفلانية ايش رأيكم؟ هنا احنا نسأل، نقول اكو شيء ما بي نص او بي قاعدة، يعني اكو شيء نسميه منطقة فارغة ما بيها شيء بحيث يجي النبي يجتهد بيها، يعني مسألة عنده ومو عارف حكمها، اكو شيء؟ ماكو شيء، ممكن القرآن فيه تبيان كل شيء، ما القرآن تبيانا لكل شيء، نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما نص مباشر أو يدخل تحت قاعدة عامة، يعني مو إلا نص، لا قضية تدخل تحت قاعدة عامة تحت أصل من الأصول. أنا مثلا ما أدري أن الآن لو يجيني واحد يأجر لي مقعد بالصاروخ ويقول لي تفضل أنا أخذ منك هالقد وركبك وروح هناك أصعد إلى الكواكب، أجي أنا أقول والله هاي ما عارف أنا حكمها الشرعي يجوز لي أو ما يجوز لي أنا أركب بالصاروخ أو لا؟ لا، القرآن مطيني قاعدة، مطيني منطقة واسعة في هذا الم، يقول لي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بيان لازم أكو بيان بالحرمة، هنا لما ما أكو بيان بالحرمة أكو براءة شرعية، روح أركب وين ما تروح. ها إذن ما عندي شيء، نعم أنا ما ألقى له دليل إما من قاعدة عامة أو من أصل أو من ناس، ما ممكن، كلها إلها أدلتها. سنفرض جدلا لنفرض أكو قضية ما بيها ناس، يقعد النبي يشاور أصحابه بيها. جن إحنا خلينا نرجع لهالمسألة، هاي المسألة الكتاب المسلمين يعتبروها من المصادر المحددة لمن؟ إلى طريقة الحكم في الإسلام، يعني يقولون أن الحكم في الإسلام شورى. طيب شورى، زين هالشورى وين؟
يعني إذا أكو نش هم مع ذلك شو رأيه؟ ما أكو. لا يقولوا النش ما أكو، النبي مات ما نش على أحد، طلع من الدنيا. كل هذا النبي كان ما يقدر يطلع من المدينة منا لهنا إذا ما ينصب واحد بمكانه. إذا أراد يطلع لأسبوع خارج المدينة يخلي واحد بمكانه يدير الأمور، ما يمكن يطلع من الدنيا وما يخلي واحد. زين، طيب شو تقول أنت بهالنصوص؟ هذا أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي، زين اسمعوا له وأطيعوا. طيب شو رأيك بي؟ يقول لا هذا مو نص. لا، ما هي مسألة عواطف. طيب يا هذا مو جاي يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا له بلى. قال يا رب فاشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قالوا من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عادا. قالوا بلى، يعني هاي مولاه يعني ناصرة، اللي كان اللي كنت أنا أنصرة علي بن طالب من بعدي نصرة. جامع له 120,000 حاطم بالحر، بغدير خم بهالمنطقة الموبوءة. شنو الغرض من هذا؟ أني ناصر لكم وعلي بن أبي طالب ناصر لكم، هذا ناصر لكم وأنا ناصر لكم. يا أخي يعني هي المسألة لما واحد ما يريد يدعن لحق شوي له يعني هذا؟ لو مهما هاي واحد يقول شاف له طير مال حبارة كبير يطير ويوقع، قال لصاحبه شنو هذا؟ قال لصاحبه هاي نعجة. قال لك هاي حبارة، أنت ملاحظها أنت جاي تطير؟ قال له نعجة ولو طارت 1,000 مرة، نعجة حتى لو تطير 1,000 مرة، خلاص نعجة نعجة. هي هم الدنيا ماشية عن نعاج، الله وكيلك. هي الله وكيلك لو أكو شوية يعني، مع شديد الأسف، مع شديد الأسف، كأن الناس يعني عقولهم بأذانهم مو عقولهم بأفكارهم، كأن الله منحنا هذه العقول والإدراك والفهم والأدلة اللي وضعها كأن لم يكن شيء، يعني إصرار عجيب غريب أحيانا، والله يلفت نظرك هذا الإصرار أحيانا، أنه ليش هالإصرار عن الابتعاد؟ ها؟ شيء عجيب غريب. أرجع للموضوع. زين، وشاورهم في الأمر. إذن شنو المراد بالمشاورة؟ الحقيقة هنا المراد بالمشورة، المراد بالمشورة أن القرآن يريد يأصل لنا منهج في تبادل الرأي، يعني يريد يقول لنا أن الإنسان تمر عليه مشاكل بالدنيا لينفرد بيها برأيه، خلي يجتمع المرء كثير بإخوانه، خلي يجتمع ويا إخوانه ويتبادل الرأي وياهم، يعني للتدليل على حسن المشورة. الآية ما لها علاقة بالحكم أبدا، للحكم بنصوص. وأنا أكثر من مرة شرحت قلت لك أن منهج الإسلام منهج التعيين، منهج الجعل. يا داود إنا جعلناك خليفة، مو إني جعلك للناس إماما، نبه لي. وهكذا دائما الآيات كلها قائمة على التعيين. هسا أنت تريد تقول لي أنها قائمة على الشورى؟ لا، والغريب بالوقت اللي يريد يقول لي قائم على الشورى هو يستدل بالنص. شلون يستدل بالنص؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله لما تمرض والمسلمين يردون واحد يصلي بهم، قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس، صلى أبو بكر بالناس. يقول هو يعقب عليه، يقول يعني الدليل، يقول رضيه النبي لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. يعني إذن أنت استندت إلى نص، استندت إلى نص، ومثل ما يقولون استدليت بقياس أولوية. هاي يسموه قياس أولوية. قياس أولوية شنو؟ مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني إذا أف حرام طبعا الضربة بالأولى حرام، ها؟ يعني لما يقول لي أف لا تقول له، قطعا معناه لا ضرب، معناه لا تعتدي عليه، هاي بالدليل الأولى، هذا قياس أولوية. كذلك هنا الاستدلال قياس أولوية، يردو يقول أنه إذا كان النبي يرتضي للدين وأمر الدين أهم من أمر الدنيا فكيف لا نرتضي لأمر الدنيا، معناه استدلينا بنص، إحنا رجعنا للنص، ما مو مسألة يعني، رجعنا إلى النص مرة أخرى. طيب أنا من بعد هذا الموضوع سبق أن أشبعته، لكن عندي نقطة هنا أريد أنطلق من عدل
الحقيقة المسألة شاورهم للتدليل على حسن المشورة، مو أكثر من هذا. وعلى هالضوء يعني للتدليل على حسن المشورة يستدل بشنو؟ يستدل على أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما حاول أن يتزوج هذه المرأة أم البنين، في واقع الأمر ما يعني مو هالقد مفتقر الإمام إلى رأي عقيل حتى يودي وراء عقيل. كل مسألة للتدليل على حسن المشورة، للتدليل الواقع على أن الأمور المهمة يستشار بها، يعني أو الرجوع لذوي الاختصاص. شوي بلتفت لي هالنقطة، عدنا كل عمل إلى اختصاص، إلى مختصين. يعني أنا لما أريد أروح أخذ لي وصفة مال دواء، طبعا ما أخذ وصفة الدواء من ميكانيكي مال سيارات، طبعا أخذها من الطبيب. ولما أريد أهندس لي بيت، طبعا ما أجي أدور لي خريطة عند فقيه مسلم، لا، يقول هاي مسألة أكو مهندسين يعرفوها. إذن كل واحد إلى اختصاصه. فهنا شاورهم، يعني أهل الحرب أخذ آرائهم في الحرب، أهل السلم أخذ آرائهم بالسلم. عقيل عنده تخصص، عنده تخصص بيش؟ قبائل العرب، يعني بتعبير آخر عنده مسح اجتماعي. هو كان اجتماعيا اجتماعيا كان على صلة بقبائل العرب، يعرف هالقبيلة شنو خواصها، شنو آثارها، شو معروف عنها. لأن أكو بعض القبائل معروف عنها الشجاعة، بعضها معروف عنها الجبن، بعضها معروف عنها الكرم، بعضها معروف عنها سعة الصدر، بعضها معروف عنها الرئاسة. كل قبيلة إلى خواص. في الإمام سلام الله عليه يريد يتزوج امرأة وجريا على العادة، عادة الرجوع إلى الاختصاصيين، أرسل خلف عقيل فاستشاره. وإلا أرجوك شنو حاجة الإمام سلام الله عليه أن يضطر ويجي إلى عقيل؟ نعم استشير لعقيل، طبعا لا. الإمام سلام الله عليه المفروض أنه مشدد بعلم السماء. أنا سبق أكثر من مرة قلت لك مثلا ابن حجر في التهذيب وغير ابن حجر، يقول عمر ابن عبد العزيز كان من يمشي يمشي إلى جانب الخضر يشدده، نبه لي. بعض الصحابة يقول كانوا محدثين، ومعنى محدثين يعني الملائكة تلهمهم تحدثهم، نبه لهمة يعني تقول له هالقضية شوية، هاي لا شوية، هاي طريق صواب، هذا مو طريق صواب. طيب ما نستنكر، احنا نقول ولي من أولياء الله، أي ولي يمكن أن الله عز وجل يشدده، يرسل له من يوجهه ويشدد. جن فإذا كان كذلك، إذا كان كذلك وأكو محدثين وأكو ملهمين، المحدث والملهم، المحدث والملهم يكون مشدد، نعم، في أفعاله. طيب نرجع احنا، نرجع إلى الآية. الآية لما تقول وشاورهم في الأمر، تأمر النبي أن يرجع بها للاختصاصيين، وكل اختصاصي عند إلمام أكثر من غيره. هذا وين؟ في أمر لا نص فيه. وقلت لك ما عندنا شيء لا نص فيه، لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه انطلاقا ويا مضمون الآية ويا قيمة حسن الاستشارة، أرسل خلف عقيل ورجوع ورجع به إلى مختص وهو عقيل لعلم بأنساب العرب، فاختار له أم البنين. ترى أم البنين تعتبر من المنجبات، شوية تنبه لي، أكو نساء يسموهن المنجبات، ذني المنجبات يعني تقتل قمرة تجيب لها أفرض 4 أو 5 أولاد، بس ما تلقى هالأولاد 4 أو 5 بمستوى واحد، تلقى واحد من عندهم مثلا شجاع، واحد من عندهم صلب، واحد من عندهم مثلا لماح،
والآخرين قد يكونون مو هالشكل، يعني ما تلقى مستوى موحد. مستوى موحد نعم، ما بالعكس أحيانا والله هذا قانون الوراثة يلعب فرد دور عجيب غريب، يعني أحيانا قانون الوراثة يلعب دور غريب في بابه. تلقى أولاد اثنين أشقاء من بطن واحدة من صلب واحد، هذا شيء وذاك شيء آخر أبدا، يعني ما يلتقون أبدا، كل واحد شكل. يعني بغض النظر شقد يقول لي واحد هاي تأثير المحيط، ومعنى تأثير المحيط هاي أكو عملية يقومون بها علماء الاجتماع يسموها دراسة التوائم المتماثلة. شنو هي دراسة التوائم المتماثلة؟ يعني إذا مرة جابت توم اثنين يأخذون واحد يفرض يربوه بأوروبا، وواحد يأخذوه يربوه افرض بريف من أريافنا العربية. هذا اللي يربوه بريف مثلا من أريافنا إذا كبر بعد 25 سنة افرض تجي ليه تلقى معلق تفكته بشتفة مثلا وهوشة يدح هوشات. واحد لا، ذاك تلقى مثلا قاعد يحل معادلة أو قاعد يفكر له بنظرية. نتيجة المحيط إلى تأثير عليه، مع أنهم اثنين وذول من بطن واحدة، تأثير المحيط يختلف طبعا. لكن شنو رأيك إذا كلهم بمحيط واحد، يعني بأسرة واحدة بيت واحد ومؤثرات وراثية واحدة، يطلع بعض الأولاد شيء والبعض الآخر شيء آخر، هذا ما يلتقي مع هذا بشيء بالمرة. إذن أكو فرد عامل في واقع الأمر أبعد من عامل الوراثة والمحيط. أولا أكو عامل السماء خلي على حدة، عامل التوفيق زائدا عامل الوراثة. خلي أرجع المنجبات، إذن شنو المنجبات الحقيقة اللي يطلع عن أولادهم كلهم تقريبا إن لم يكن بمستوى موحد فهو متقارب قريب. فتلقى أربعتهم أبطال. خليني أضرب لك مثل الخنشاء، ذول أولادها اللي راحوا في واقع الأمر كلهم مفخرة، يملؤون النفس وعلى مستوى متقارب من الشجاعة تماما. يعني تأمل فرد مستوى عجيب في بابه، مستوى سأتخليك لا تروح بعيد، أولاد الإمام علي عليه السلام. نعم أولاد الإمام علي أكو بيهم أفراد قد أفراد يعني جدا عاديين، وبيهم أفراد من قبيل محمد مو الشكل. يعني مثلا عمر ابن الإمام علي هذا تخلف عن واقعة الطف وإلى آراء غريبة عجيبة غريبة، ومحمد ابن الحنفية دول اثنينهم نشأوا صلب واحد ووسط واحد. محمد ابن الحنفية يقولوا له أبوك شو من أخوتك يطلعون يقاتلون، أبوك يطلعك أنت تقاتل وحاط الحسن والحسين بجنبه، يقولهم الحسن والحسين عيناه وأنا يداه والمرء يدافع عن عينيه بيده. يعني هالأدب الخلق العالي التربية. مثلا محمد ابن الحنفية تلاحظ هذا يأبى أن يترك للحسن والحسين فرصة للتعرض للأذى، في حين غيره لا مو الشكل يختلف. خلي عنك أولاد الأئمة أولاد العظماء أولاد القادة وهكذا، يعني لو ترجع هذا باب واسع تماما. لكن المنجبات لا، المنجبات في واقع الأمر تلقى أولادهن على نمط متقارب إن لم يكن موحد. نجي لها المرأة، هاي المرأة ولدت للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليها أولاد الأربعة ذولا أولاد أم البنين. هذه المرأة تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه، تزوجها أمير المؤمنين من بعد أمامة، لأن أمامة تزوجها الإمام علي بوصية من فاطمة صلوات الله عليها. فاطمة عند لحظاتها الأخيرة قالت لعليك بعدي بابنتي أختي أمامة إنها تكون لولدي مثلي، يعني شوية ترعى جانب الحسن والحسين. ومن بعدها تزوج هاي المرأة فاطمة بنت حزام. المرأة في واقع الأمر بغض النظر عن كونها من أسرة يمرون المؤرخين والنسابين بأسرتها
من أسرتها قتيبة ابن الحارث اليربوعي، من أسرتها ملاعب الأشنة، من أسرتها فلان، من أسرتها فلان، يعني بيت معروف بالنجدة، بالشجاعة، بالكرم، بالمجد، بالبطولة. بالإضافة إلى هذا كله، هاي المرأة كانت مثال بالخلق العالي. بكر أولادها، ابنها البكر اللي ولدته منه العباس سلام الله عليه، شو وقت كانت ولادته؟ كانت ولادته سنة 26 من الهجرة. جين يكون عمره يوم الطف ايش كثر؟ 34 سنة عمره يوم الطف، والمؤرخين يقولون هو أكبر بني هاشم. يعني اللي انقتلوا بالطف كلهم براعم، أكبرهم العباس، عمره 34 عام، هذا عمره. زين لما ولدته جابت على العادة، يعني مثل المسلمين كانوا في حياة الرسول إذا انولد عندهم وليد يجيبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا أهل البيت بالدرجة الأولى كانوا يجيبوه إلى النبي، بعدين جيبوه إلى الإمام علي عليه السلام. جاءت بولدها تحمله، وضعته بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه، تفرش في وجهه، قبله، انحنى عليه قبله، ولمحت أم البنين في عيني أمير المؤمنين دمعة. يقولها بعض المؤرخين، سألته قالت له يا أمير المؤمنين روحي فداك، أفي ولدي عيب حتى بكيت من قالها لا الحمد لله، هو مثال الكمال ما بيعيب، لكن حانت مني التفاتة إلى ذراعيه وعرفت أن هالذراعين ذني سيقطعان يوم كربلاء. هذه اللي أبكاني، هذا ذكرت ما كتب الله له من الشهادة، وذني هالذراعين راح ينقطع يوم الطف بين يدي أخيه الحسين، من أجل ذلك بكيت. ادخره أمير المؤمنين سلام الله عليه لهذا اليوم. فانولد، كان ولادته في اليوم الرابع من شهر شعبان سنة 26 من الهجرة، احتضنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتوالت ولادات أخوته من بعده، والظاهر أنها ما ولدت أنثى، كل اللي جابتهم هالأربع أولاد، ذولا الأولاد أولاد أم البنين الأربعة، هؤلاء كانوا في طليعة من استجاب إلى نداء الحسين يوم الطف. وبعدين لاحظ الإيمان اللي عند هؤلاء، ليش أقول لك أن المرأة منجبة؟ شوف الإيمان الذي عند هؤلاء، شلون يعني إيمان عند هؤلاء؟ الحقيقة قبل المصرع استدعاهم العباس سلام الله عليه، قالهم أنا أريد من عندكم تنزلون إلى الساحة قبلي، أريد من عندكم تنزلون إلى الساحة قبلي. قالوا له شنو وجهة نظرك؟ قالهم حتى أحتسبكم عند الله، حتى أرزأ بكم، حتى أعرف أنا أني قدمت ثلاثة من البراعم بين يدي في ساحة الجهاد، أحتسبكم عند الله. الغريب أن بعض المؤرخين فرد نفسيات عندهم عجيبة في بابه، يقول لا هو إنما قالهم تقدموا حتى أريثكم، يعني أنتم تنقتلون ميراثكم، طبعا ما عندكم وارث الآن أنتم، وين فعلا هم كانوا ما مزوجين، الوحيد اللي مزوج يوم الطف هو العباس، ها يعني ما كان عندهم واحد مزوج، الوحيد اللي كان مزوج هو العباس فقط. فقالهم أنا أريد أن أرثكم حتى أرجأ بكم، تقدموا حتى أرجأ بكم. في واقع الأمر هو شكثر يعيش من بعدهم حتى يرجأ بهم، يعني هذا فرد كلام ما يستحق النقد، أو موقف ما يستحق النقد. بعدين هم طالعين إلى التضحية، إلى الشهادة، ذول اللي طالعين للقتال بين يدي الحسين وبالتالي التضحية، طالعين شنو؟ يتركون أموال ويجي العباس، وش راح يعيش من بعدهم العباس حتى يرثهم؟ ماكو رأسا من بعدهم قتل، فيرثهم شنو يعني؟ حتى ابنه يعني يأخذ الميراث من بعده، هو يرثهم وابنه يأخذ الميراث؟ هاي هي النفسية اللي كانت هكذا. آخر إحنا لما ندرس رجل غير ندرس ظروفه، ندرس كيانه، يعني ترجمته كلها نأخذها، نعرف شنو مكانته من النوبل، مكانته من سمو النفس،
هو جاي يطلب ميراث أخوته تقدموا حتى لا لا مشكلة. الواقع هاي المرأة منجبة، أنجبت بهؤلاء الأربعة وكان لهم موقف مشرف يوم الطف. قدمهم العباس ثم انتهى الدور إليه. يا أخي الغريب أن هذا الرجل حظي من مواقف أهل البيت بما لم يحظ به شهيد من شهداء الطف. أنت ملاحظ لما ترجع، يعني احنا شنو عندنا النصوص الآن؟ النصوص اللي تحدد لنا موقف أهل البيت من العباس شنو هي؟ خلي عنك نصوص تاريخية، نصوص الزيارة اللي واردة على لسان الأئمة المعصومين. الزيارة طبعا الإمام المعصوم لما يريد يعطي شهادة لأحد مفروض عنده كلمة مسؤولة، يعني ما يمكن تطلع منه الكلمة بدون أن تكون مسؤولة. يعني الإمام الصادق سلام الله عليه لما يوقف عليه ويزوره يقول له أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ، نعم إلى آخر الزيارة. طيب هاي المراكز اللي يعطيها للعباس أو هالصفات، أشهد لك بالتصديق والتسليم، هو صدق واتبع، صدق الحسين بأن هذه النهضة ستؤدي إلى إحياء الدين وفعلا هذا التصديق قاده إلى التضحية من أجله، والتسليم سلم أمره انزل إلى الساحة نزل اطلب لهؤلاء الأطفال ما طلب لهم، والتصديق والوفاء. وأي وفاء يا أخي؟ وفاء مرت لحظات، هاي اللي يريد يأشر لها الإمام. شنو الوفاء؟ الوفاء لما نزل إلى الفرات، لما نزل إلى الفرات. هنا ما أقدر أتصور أنا هذا الموقف يعني جاي عن كلالة، لا عن ميراث، لأن الرسول صلى الله عليه وآله لما بيت الإمام علي بمكانه على الفراش سأل الإمام قال إذا أنا نمت في فراشك تسلم؟ قال بلى، قال روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقى. هالموقف متوارث مو عن كلالة. العباس يعرف بينه وبين الماء لا ممكن أن يتناول الماء ويشرب، وتعبير الإمام الصادق يقول كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من شدة الظما. في واقع الأمر بها الحالة وهو أقدم على الفرات وامتنع عن شرب الماء. صلوات الله عليك أبا الفضل. خنشوف لحظات الأخيرة وهو على شاطئ الفرات يمد يده ليتناول من الماء، ثم يقول لا والله لا شربت بارد الماء وأبو عبد الله عطشان. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو اشتقى نهر المجر لارتقى وطويل ذابله إليها سلم. بطل تورث من أبيه شجاعة، قال اشرب شلون الورد وشكيانا، تترب لي وتقول عمي ويانا، لا والذي دار الفلك بيمينا ما بالشرب دون الحزين اتهنى. حمل الماء اقبل، نادى المنادي لا تتركوه يوصل الماء الى الحسين، اعصوصب عليه الجيش، ضرب على يده اليمنى قطعت، ضرب على يده اليسرى
قطعت، ضرب على رأسه بالعمد، سقط إلى الأرض مناديا أدركني يا أبا عبد الله. هرول إليه الحسين، ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه. خويا العالم قل لي وين اوديك يا نور العين، دربي بالشجد انحنى فوق ويلي وش بشيد. يقول أرباب المقاتل: خرجت أخته تريد الذهاب إلى المعركة. رجع لها الحسين قال: لا لا أخي زينب، ارجعي، لا تشمتي بنا الأعداء. وضع يده على صدرها أرجعها. رجعت إلى الخيمة إلى أن جن عليها الليل، طلعت لوحدها بالليل إلى نهر العلقم. إلمنا شدعي وياك وعتاب يا منوخ الهود، اجعل الباب وشباط عش يبرون الاحساب، اشوف الرجا وذاك الامل خاب، اخي من يحمي بنات محمد. اخواني شوية دعاء شفاء مريض. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نتوسل إليك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبكلماتك التامات، وبوجهك الكريم، من علينا بالعافية يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في ظلال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.